قوله تعالى لما تلبسون، لاحظ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا في سورة البقرة، وهنا لما تلبسون، لماذا تأثر الفعل هناك ولم يتأثر هنا؟ لأن هنا ليس هناك جازم، فهمتوا شباب؟ هذه ليست جازمة بخلاف هناك، فجزمت بحذف حرف النون. الآن ننتقل إلى الآية 78، لاحظ هذه الواو الصغيرة، هذه تنطق عندنا واو، يلوون نمد هذه، نضم هذه ونمد هذه، نمد الثانية ونضم الأولى، يلوون. فلماذا رسمت هكذا طالما أنها تنطق؟ لماذا رسمت صغيرة؟ هي لم تكن مرسومة في المصاحف، اكتفي بالأولى فقط، والعرب تعرف ما تنطق، لكن لما تطورت تحسينات الرسم أدخلوا هذه بلون أحمر في المصاحف القديمة لتعلم أنها من الزيادات، زيادات في الشكل لكن في النطق هي موجودة، فهمتوا شباب؟ فلماذا الأوائل حذفوها؟ كراهة توالي الأمثلة، قيل كراهة توالي الأمثلة. نعم، الآن ننتقل أو يعني توالي الأشكال، ووان في الشكل خلف بعضهم البعض. الآن ننتقل إلى قوله 86، كان المتوقع وجاءتهم، لكن إذا كان الفاعل غير مؤنث حقيقي فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه. ما معنى المؤنث الحقيقي؟ الذي يلد أو يبيض، فيجوز حينئذ أن تذكر الفعل وأن تؤنثه إذا لم يكن هذا مؤنث حقيقي. جاءكم بينة، جاءكم بينة، ولم يقل جاءتكم بينة، ويجوز أن تقول جاءتكم بينة في اللغة، لكن نستخدم القرآن جاءهم البينات. نعم، في 117 لاحظ كل القرآن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا فقط ولكن أنفسهم يظلمون. لماذا في سورة آل عمران؟ لأن أوله مثل، والمثل متجدد، المثل متجدد، فلا يستطيع أن يقول ولكن كانوا، لأنه يريد من المثل اليوم وغدا وبعد غد، بخلاف الآيات الأخرى التي كانت تتحدث عن بني إسرائيل، كان بنو إسرائيل ولكن كانوا 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 وهكذا، فهمتوا شباب؟ لماذا لم يرد لفظة كانوا هنا؟ ها أنتم أولاء، هذه الوحيدة في القرآن بهذا الشكل، أصلها هؤلاء أنتم، فالهاء متصلة بأولاء. أولاء أولا، هذه الواو ليست منطوقة، أولاء لا تقل أولاء، لماذا رسمت إذا لم تكن منطوقة؟ لتدل على أن الهمزة مضمومة، هكذا قالوا. طيب الآن لماذا فصلت هاء عن أولاء؟ الأصل أن تقول الهاء للتنبيه مع أولاء، وضمير الفصل أنتم لماذا فصل؟ يقولون هذا في مقام التعجب، إذا كان المقام مقام تعجب أكثر، هذا بلاغة يا شباب، يفصل بين أنتم، يفصل بين هاء التنبيه، هاء التنبيه وأولاء بضمير الفصل أنتم، فهمتوا يا شباب؟ إذا كان المقام مقام تعجب أكثر. نعم، الآن آية 144، هذه الياء لا تنطق يا شباب، عليها الصفر المستدير، فلماذا رسمت؟ نحن نوجه توجيها لغويا، هناك توجيهات إشارية تفهم من هذه الزيادة أشياء أخرى، لكن هذا ليس محل الكلام الآن. هذا تجدونه التفسيرات الإشارية هذه في كتاب المراكشي، لكنه موغل في التصوف وموغل في الإشارة المذمومة أحيانا، وهو كتاب صعب وإن كان قليل الحجم، لكن تعرض لكثير منه الإمام الزركشي في البرهان، هو كتاب مطبوع يسمى عنوان الدليل للمراكشي، خلاص يا شباب، لكن نقل الإمام الزركشي في كتابه البرهان بعض كلمات الرجل وأشار إليها، لكن الكتاب مطبوع حقا. على أي حال هذه فإن مات، يقول علماء التجويد الياء مرسومة هكذا لتدل على كسرة الهمزة، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، لكن قال هذا الداني وغيره. الآن ننتقل إلى 153، لكي لا، انظروا رسمت
لكي لا. هذه تسمى موصولة في الرسم، وقد تأتي في بعض المواطن مفصولة. ما السبب؟ لو جاءت موصولة هكذا يبقى اختصارا وخفة، طلبا للخفة. ولو فصلت فعلى الأصل، لأن الأصل أن ترسم كل كلمة على حدة. فهمتوا يا شباب؟ وهناك مواضع مخصوصة جمعها الإمام ابن الجزري في المقطوع والموصول، في المواطن التي فصلت فيها كي عن لا. نعم. فبما رحمة من الله لنت له. لاحظ هنا ما بمعنى ماذا؟ فكر فكر. مزيدة للتوكيد، أحسنتم. وأصلها فبرحمة. نعم. الآن ننتقل إلى 166 هنا يا شباب. وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أو الآن لابد أن تكسر اللام، لأن بعضهم يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم، وهكذا وليعلم المؤمنين، وليسكن اللام. هذا خطأ، اللام هنا تكسر. لماذا؟ لأنها لام التعليل. لام ماذا؟ لام التعليل. ولام التعليل يا شباب دائما تكون ماذا؟ مكسورة، بخلاف لام الأمر. لام الأمر الأصل فيها الكسر، لكن تسكن جوازا وخفة. أما لام التعليل فلا بد أن تكسر في اللغة العربية. أيضا 182 لاحظ كلمة بظلام رسمت هكذا، وفي كل القرآن ترسم بدون الألف ثم توضع الألف في التحسينات. إذا رسمت الكلمة في موضع وفي مواضع أخرى حذفت فيسمى هذا الحذف اقتصارا، يسمى هذا الحذف اقتصارا. لماذا؟ لأنه يقتصر على حذف الألف في بعض المواضع ويتركها في بعض المواضع، لأن الحذف يا شباب على تنوع. قد يكون حذف دلالة على القراءة، وقد يكون حذف من أجل ماذا؟ الاقتصار. اقتصار بمعنى أن تأتي الكلمة في موضع بالألف ثم تحذف الألف من موضع آخر في نفس الكلمة، أو حذف الاختصار في كل المصحف تحذف. فهمتوا يا شباب؟ فهناك كلمات حذفت منها في الرسم اقتصارا أو اختصارا. طيب لماذا تأتي هذه الكلمة هنا وفي كل المواطن لا؟ هناك تفتيش في الإشارة، ده هذا علم آخر لا دخل لنا به، خلاص، وعليه مآخذ كثيرة، وإن كان هناك فيه اجتهادات وإشارات بعيدا عن الانحراف الفكري وهكذا لا بأس. أما أن نقول بظلام لماذا؟ الأصل، هذه رسمت على الأصل، وغيرها حذفت اقتصارا، ويجوز أن تكون اختصارا، لكن لابد أن تفهم أنها جاءت في بعض المواضع في المواضع الأخرى ليست. ولذلك يا شباب هذه اللفظة يعني تجذب الآخرين من العلماء، تقول لماذا؟ يعني في كل القرآن بظلام حذفت الألف إلا هنا، لماذا يحذف الألف هنا؟ فإذا به يعمل فكرة ويستخرج لا بأس، لكن كما قلت بضوابط وشروط وعدم انحراف كما بينا من قبل في محاضرتنا عن التفسير الإشاري. الآن الآية 183 هنا يا شباب، فلما قتلتموهم؟ لاحظتم ألف ما حذفت، لماذا؟ حرف استفهام، ما استفهامية، واللام حرف جر، دخل حرف جر فحذفت الألف فصارت فلما قتلتموهم. نعم. الآية 184 جاءوا، انظر لا توضع الألف هنا، جاءوا وباء وفاء لا توضع فيها الألف التي بعد واو الجماعة مع أنها واو جماعة. لماذا؟ قالوا لكي لا يكون في الكلمة ألف في الرسم واو ألف، لأن هذه لم تكن، هذه الهمزة لم تكن موجودة في الرسم قديما، فكأنه ثلاث توالي ثلاث حروف علة في الشكل، هذا ممنوع عندهم. نعم. فحذفوها في جاء وباء وفاء.
الآن 186 لتبلون ولا تسمعن. أصلها لتبلون ولا تسمعون، ثم دخلت نون التوكيد الثقيلة. فهمتوا يا شباب؟ نعم. أصلها ثلاث نونات، ثلاث نونات، نون الفعل تبلون ونون التوكيد التي هي عبارة المثقلة عبارة عن نونين، نون ساكنة ونون متحركة. فلما التقى ثلاث نونات حذفت النون الأولى كراهة توالي الأمثلة، ثلاثة نونات حذفت الأولى، فصارت الواو الساكنة التي بعد هذه موجودة، والنون المشددة عبارة عن نون ساكنة فحذفت الواو تخلصا من استقاء الساكنين، فصارت الكلمة لتبلون ولا تسمعن، هذه مثلها تماما. هنا محذوف الواو يا شباب، لم تحذف تخلصا من التقاء الساكنين، أم ماذا؟ حذفت تخلصا من التقاء الساكنين. لماذا؟ مع أن النون التي بعدها حذفت، لأن النون التي بعدها حذفت كراهة توالي ثلاثة نونات. الآن في آية 199 وننهي بإذن الله تعالى سورة آل عمران. وإن من ولا وإن من؟ وإن من في سورة النساء. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ما الفرق؟ لاحظ في النطق، هنا النون مشددة تقول وإن من، وهناك وإن من. فهمتوا يا شباب؟ النون هناك ساكنة وليست مشددة. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.